في ملفية التعاون الجزائري الأمريكي، بحث اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي مع وفد من رجال الأعمال الأمريكيين، بحث فرص الاستثمار في الجزائر وآليات التشغيل والتوظيف والضمان الاجتماعي وكذا الإدماج الاجتماعي، حيث اتفق الجانبان على إنشاء فريق عمل يقوم بمتابعة كل فرص الاستثمار والشراكة المتاحة بين البلدين. على التلفزيون جميلة موفق. بعد التقديم المفصل لسياسة التوظيف والضمان الاجتماعي وكذا نجاعة آليات التشغيل والتي من خلالها تم تأسيس أزيد من 500,000 مؤسسة مصغرة، بات من الضروري تكييفها والتطورات التي يشهدها العالم. كانت لنا فرصة لاطلاع الوفد الأمريكي على السياسات والإجراءات المتخذة في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وأنا اغتنمت هذه الفرصة يعني اللي أطلب من يعني الوفد الأمريكي لمرافقة المؤسسات المصغرة وخاصة الناشئة الستارت اب في تطوير يعني أعمالها. formation de certains instituts également dans les pour les producteurs de médicaments de ceux qui font des médicaments ici et autres services également et dans les autres secteurs. الوفد الأمريكي الذي كانت صناعة الدواء والمؤسسة الناشئة أكبر اهتماماته استفسر عن ميكانيزمات تعويض الدواء وكذا القوانين التي من شأنها تأطير توظيف الأجانب. نحن هنا نعمل على تعزيز هذا التعاون والمضي قدما في إنجاح استثماراتنا على المدى الطويل. المباحثات التي كانت مطولة عكست إرادة الطرفين في العمل سويا، وأول خطوة تشكيل فريق عمل مهمته التحضير لهذا التعاون.